عاني من السكر تراكمي عالي، هو الخمس خطوات طبيعية إذا طبقتهم بحياتك اليومية رح يفرقوا كتير. أول شغلة الأكل، جربوا تختار وجبات طبيعية بسيطة ما فيها سكر مضاف ولا كربوهيدرات كتيرة. ركزوا على الخضرة البروتين والدهون الصحية مثل الأفوكا، زيت الزيتون والمكسرات النية، لأنه الأكل بمؤشر سكر واطي ما بيرفع السكر بسرعة، وهيك بتضلوا محافظين على استقرار السكر بالدم. تاني خطوة، صيام المتقطع. ما حدا عم بيقول جوعوا حالكم، الفكرة انه تعطوا جسمكم فترة يرتاح من الاكل، مثلا 16 ساعة بدون اكل، بتتضمن ساعات النوم، بعدين تاكلوا خلال 8 ساعات. هالطريقة بتساعد جسمكم يحسن حساسية الانسولين ويخفض السكر التراكمي تدريجيا. تالت شغلة، الحركة. صدقوني حتى المشي بعد الاكل بيعمل فرق كبير. ليش؟ لانه العضلات بتسحب السكر من الدم وبتستعمله كطاقة، واذا ضفتوا شوية مقاومة او تمارين بسيطة بالبيت التأثير بيصير أكبر وأسرع. النوم مش بس للراحة، هو كمان مفتاح لتوازن الهرمونات. وقت تسهروا كتير أو تناموا نوم مقطع، الأنسولين بيتلخبط والسكر بيعلى، فجربوا تحافظوا على 7-8 ساعات نوم عميق بالليل. التوتر، الستريس بيخلي الجسم يفرز كورتيزول، وهيدا الهرمون بيرفع السكر. يعني حتى لو عم تلتزموا بالأكل والرياضة، إذا عايشين تحت ستريس دايم النتائج بتكون كتير أبطأ. جربوا تنفس عميق، المشي بالهواء الطلق، أو أي نشاط بيروق أعصابكم. ما تروحي بعيد، بالجزء الثاني رح خبرك عن 5 مكملات طبيعية بتساعدك توطي الأشرة الأنسية كمان.